ذلكم الله، هذه كلمة الله المقصود بها الاسم الجامع لأسماء الجلال وصفات الجمال الجلال والجمال، ذلكم الله ربكم، الله ربي نوان، لا إله إلا هو، ولا قارس خدم مشريش، خالق كل شيء، أنت خلق كل شيء فاعبدوه. المعنى سوى نتسى إكستاهلا أتعفضض بحق، وهو على كل شيء وكيل. معنى إنسان هو الحافظ، إخلقد يحفظ، ما كان قاني الدرجة اللي خلق ما يضيع، إخلق غدو غيضيع عريث مثلا، إفكي غدوك أسباب الحياة. أما كالسلام ذي جنوان ذي ثران ذي لهوة ذي النعم ذي الصحة ذي الدرية إلى آخره، أقلق ذي نفقاون ربي سبحانه ذي الدنيث إلى قين فقي أذي قادر فاف بخام. أتروح ماك ذي نفقاون خاطي، أتروح ذي نفقيا صدام كانيك الحاصل صرفقا عاسيمانيك كل شيء ذو كانيس الخير ربح. أهل ورسي ولله المثل الأعلى، نكوني ذي نفقاون ربي سبحانه يكرمنا غير الزقا غفكا كل شيء، ولكن لا قارن سون كوني ماشي ذي مولان الدنيث، ولكن ذي نفقاون ذي عزاف لما كان قارن أقلق كان ذي لازيل. لذلك ندوى هو على كل شيء وكيل، معنى خلق يكون ديرنا يحفظ في اللون ذي نسيلا وكيل النغ. هذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. باختصار أيش المعنى إيس؟ المعنى إيس لا تدرك الأبصار، أبصار المخلوقات أكوين دي خلق ربي سبحانه يونوري زميرة ذي والي ربي سبحانه وري زميرة ذي والي ولا ثي سريح سوان زارنيس ولا ثي سلسوم الزوغيس ولا 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 يكون مراجي لا يمكن إزمرة دينيون ديوان يوم القيامة أهل طران والي ربي سبحانه لخطي. الجواب عند جمهرة العلماء الآتي، القرآن جاي ناد في سورة القيامة الآيتان 22-23، ربي ناد وجوه يومئذ ناظرة بدون إشالة إلى ربها ناظرة سل إشالة، يعني يوم القيامة المؤمنين أثني كرم ربي سبحانه بعدكم يسنف كان الخير يسيثني وذي ذي الجنف أسنف كالخيرام وقران النعمة ثم قران ولا سوتي الشفان أسنف كربي سبحانه أذوالين وذميس أذوالين ربي سبحانه عز وجل يظهر يتجلى للمؤمنين وفقط ألا المؤمنين. لذلك السيدة عائشة أم المؤمنين ثناد تثبت الرؤية رؤية الله في الآخرة وليس في الدنيا ذي الدوث وزمات وليون، ولكن ذي الآخر في الله. بعض العلماء في كان دير واحد آخر زام سيدنا موسى ميسينا ربي سبحانه وريدك والي يا خكا لا شد العلماء سالوجيكا ناك سيدنا موسى نبي ورسول وهو من أولي العزم من الرسول، ولو كان جامع ذي ظلف الرسول حاجة امبوسيبل، جامع جامع ذي ظلف حاجة امبوسيبل، صافدير أين يظلف سيدنا موسى سي بوسيبل يظلف ذو سيدي في كار ربي وفرات الناس وزمات والي، ولكن لو كان الحاجة إلا عند لامبوسيبل جامع تيظلف سيدنا موسى ثقيد لي زارقي موض الأدلة باش نزر ثقيد النعمة غادي في كار ربي المؤمن يوم القيامة أذوالين سيدي ربي يوم القيامة. أما في الدوريثيون ورزميرة ولي نادي القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يضرب يضرب بمذان يضرب الحيوانات الضيور إلى آخره، كل شيء يولث ربي سبحانه يدركه، ذاك دلالة على إحاطته، ربي محيط بكل شيء، كل شيء يحصاث كل شيء يزراث. بعدين وهو اللطيف، كلمة اللطيف ذاك تدل على دقائق الخلق، مع ثم سمي الدقيقة مثلا إني قلاب بنادمي ثابط الناس يفكيس ربي ياكم شريع عيش بغث وليد دونيث نظرا يفكاد ربي الهواء يفكاد ربي الماء أمان الغذاء القوث الكيسة اللبسة الإيواء السكنة ثيك ياكم نظرا ثنت باش نعيش إيمي اللي ثابط قماثنا ربي بلطفه بلطفه يفكاد أسباب الحياة انت الحياة النغ ذاك نتعبط. لذلك العلماء ما يدقوا النظر عشان في دقائق الخلق يستخدموا كلمة اللطيف دلالة على دقائق خلق الله عز وجل. الخبير معنى سيكسبير خبير يزرى أشو غنفعن الدنيث أشو غنفعن ذي الآخر. لذلك باش نختم الدرس بوسا يمد هذا دلك الأبصار أكون سميثيغس الآية دينا ربي ذي الصورة النظام
يعني ليس كمثله شيء. خطر مصدر الأبصار وتسمحتي يا رب اللي يزارين سيدي ربي أمي يزارين ناغ نغي يزارين نغام سيدي ربي أفوس نغام وفوس ربي يوكثي مسلاقي وكن دعوة غش حالي فردان ولا قارت نشبه سيدنا علي ننساف كان غزيغ رب أمحي الله إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلام عليكم ورحمة الله.